أستاذنا الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للجامعات ورئيس مركز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد جدا ان اكون موجود هنا، مش اول مره. كنت ماهر دايما سبقنا. عايز احييك وحيي الدكتور محمد على الفكره الحلوه دي. الحقيقه ضيوفك العظام، يعني لو بدانا زي ما قلت كده، استاذ نجين دكتور نواف، دكتور نجين اخت العزيزه دكتور عزه، ده انا كنت حاول ابنك سني يسمح، يعني مش مسويه زي حاجه. أنا عايز أقول حاجة بس في بداية الكلام. حضرتك تكلمي في وزارة التعليم العالي، في عندي دلوقتي 3 جامعات حضرتك عدتيهم، دي الجامعات الأهلية، هم 4 جامعات: جامعة الجلالة، جامعة محمد بن سلمان، جامعة العالمين، جامعة المنصورة. أما الجامعات التكنولوجية يعني عندي القاهرة الجديدة، وعندي الوسنة، وعندي بني سويف. أنا بدعو الناس كلها إنها تروح أي واحدة من دول. أنا كنت هناك من 10 أيام، كنت في الافتتاح من سنة فاتت. السنة دي أنا عايز أقول لحضرتك، بروتوكولات تعاون تم توقيعها ما بين الجامعات التكنولوجية والشركات الخاصة، برامج تدريب على أعلى المستويات، إذا كان الدكتور ريفين هايم بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، شركات جاهزة تعمل تريننج كورس ليهم خلال السنة، وبتضمن لهم وظائف بعد التخرج. الحالة الدونية اللي حضرتك بتتكلم عليها انتهت، لأن النهارده بيشتركوا حتى في الأنشطة. هرجع بسرعة، مش عايز أطول، لأن الحقيقة الحديث شيق جدا، وأنا شايف إن فيه قمم وقامات عالية في الصالة. إنما أنا هركز على الكلمة اللي قالتها الدكتورة عزة في حكاية الوجدان. حنقل الأخلاق إزاي؟ وحنقل العادات والتقاليد بتاعتنا إزاي؟ الحقيقة قبل ما نفكر على العادات والتقاليد إن إحنا هننقلها، تعالي ندور على العادات والتقاليد ما بيننا احنا شخصيا. ده المحل. انا في كلمه اتقالت لي وانا بدرس في غرب اوروبا في اوائل الثمانينات، ان الانسان المصري كتاب مفتوح امام العالم. في نقطتين هيتم المحاوله تمادى فيها: العرض والدين. العرض والدين. النقطتين دول لو اي جنسيه تملكتهم من الشعب المصري ضاع الشعب المصري. وهو ده اللي بيحصل النهارده. كل عاداتك وتقاليدك وتبر الدين، اسلامي، مسيحي، يهودي، بوذي، طالما انك انت تخلصتي من العقيده فاصبح ده سوري في اللفظ انا بعبيه زي ما انا عايز. ده الكلام اللي انا عايز اقوله. بحيي ضيوفك وبحيي كل الناس الموجودين، بحيي الفرقه الدكتوره. الحقيقه يعني استمتعت بيكم ونسيها على دعوتك يا دكتورة ماهر وكل الناس الموجودة. شكرا أستاذ قدير الدكتور طايع عبد اللطيف. دكتور حسام فاروق، وأحيل إلى مقال بناء الإنسان المصري الذي كتبه أول أمس في جامعة الجمهورية. أمس. مساء الخير على حضرتك، شكرا على الدعوة. وطبعا طبعا الدكتور حسام مقدم ومذيع برنامج البند العريض. الحقيقه دكتور عز قالت كل اللي ممكن نقول، فبحيي حضرتك وحيي الدكتوره نتين وحيي كل الضيوف، بحيي السيده المستشاره وزير نوال شلبي، دكتوره نوال، حي الفرقه استاذه نبيل، وبحيي اساتذتي اللي اتكلموا. انا بس عايز اقف عند نقطه، كل الكلام ده عظيم جدا، لكن العله في الانسان في كلمه واحده بس اسمها الانضباط. ازاي نربي الطفل على الانضباط؟ الحقيقه انه الازمه، طبعا الدكتوره عزه شرحت باستفاضه عن الهزه اللي حصلت في الشخصيه المصريه، وطبعا شفنا هزه ثانيه في 2011 لما كانت الناس بتمشي في شارع رمسيس. انا كنت رايح الجورنال في الجمهوريه، وشارع رمسيس ماشي واتجاه واحد، فقابلني واحد راكب عربيه مرسيدس بالعكس، فانا استغربت وانا ماشي غلط ولا صح، فبكلمه، فطلع دماغه من الازاز وقال لي احنا في ثوره. هو ده مفهومه للثوره، انه يمشي غلط. حاجات كثيره حصلت، لكن من الاول خالص ازاي انا اربي الطفل الصغير ده على الانضباط، على الاخلاق، على كان زمان بيدرسوا ماده اسمها الاخلاق.
دلوقتي ما اعتقدش انها موجوده وما اعرفش ليه. فكره ان انا موجوده رجعوها. طيب امال انا ليه مش شايف ده؟ للاسف الشديد كمان الاعلام في ليه دور او ليه مسؤوليه كبيره في اللي بيحصل. وطبعا الاعلام الجديد والاعلام الموازي والطفل اللي ماسك التليفون وبيشوف حاجات هو متخيل ان هي ديت الصح او هي ديت التربيه. حتى دلوقتي ممكن تلاقي الاب مبسوط ان ابنه بيلعب بدل ما انا اعلمه زي ما حضرتك قلتي يقول حضرتك اعلمه يعني ايه وطن، اعلمه ازاي يتعامل مع الناس. هي الازمه، ازمه ادوات التنشئه، وسائل التنشئه، الاسره، مؤسسات الثقافه، الاعلام، المؤسسه الدينيه، المسجد والكنيسه، جماعه الرفاق. الدور ده لما المؤسسات دي لما تخلت عن دورها او تقاست طلع لينا طفل ثم شاب ثم الشخص اللي انا قابلته في رمسيس طالع راسه من العربيه بيقول لي احنا في ثوره. الازمه الكبيره يا جماعه ازاي اننا الانسان ده يعني نخلي فيه انسان ملتزم من الطفل من 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 كي جي 1. لكن احنا كمان زي ما قال الدكتور ان احنا مهتمين قوي نعلمه لغه، مهتمين ان هو يدخل مدارس انترناشونال عشان يدرس علشان يلاقي وظيفه كويسه، لكن ما اهتمناش هو كمحتوى، هو كطفل هيبقى هو ده اللي في المستقبل اللي قايمه عليه البلد. وايه كان التنشئه في الاساس لا تنشئه بلا انسان ولا تنميه بلا انسان. فاحنا ازاي هنعمل تنميه واحنا عندنا طفل معرض لكل المؤامرات من الاعلام، معرض لكل المؤامرات من الشارع. للاسف المدرسه دورها تخلت عن دورها الاساسي. كل وسائل كل مراحل التعليم مع تقديري للمجهود اللي بيحصل، لكن دي ثقافه هتاخد وقت. شكرا. شكرا دكتور حسين، شكرا جزيلا. ما اتكلمتش عن المقال لكن يلا مش مشكله.